عاملين ايه يا كابتن؟ عاملين ايه يا نجوم؟ وشك اصفر يا مارسيلو، ما كنتش نزلت يا حبيبي، تسلم رجلك. اقعد يا مارسيلو، اقعد على المذهب ده، اقعد. عامل ايه يا رموز؟ عامل ايه يا سيركيو؟ اقعد اقعد يا سيركيو، انت بتقعد في اي حته، ضحكتني يا ابن اللذين. تسلم رجليك يا حبايبي. فيش والله، من يومين جورجينيا نزلت راحت السوق وسابت المراحه شغاله عليا انا واولاد مغاوري، كنا نايمين. فدخلتها بقى، كنت انا بقوم من النوم، نفسي مش قادر اخده، بس قلت لها جورجينيا انا نفسي مش قادر اخده. وهي شكت في الزيت بتاع البتنجان اللي اتعشيناه. قلت لها لا، انا مش عارف زيت البتنجان، لا ما مش اول مره اتعشى بتنجان. المهم طبعا مرسلو قام لقيتها بتاخدني من ايدي، وطلعنا عند دكتور هنا في البرتغال جنب محل الحلواني يا روموس اللي كان شغال فيه ابن خالتك كاشير. دخلت دكتور شافني، ايه يا نجم مالك فيها كريس؟ قلت له تعبان شويه، وحكيت له. كشف عليا، لقيته بيقول لي نجم انت عندك كورونا. طبعا جورجينيا سمعت سويت سويت في العياده، ولاد مغاوري يدبف في الارض، بس الحمد لله احسن، جيت ريحت شويه وباخد الادويه اهو.